ماذا يعني هبوط أسعار النفط إلى ما دون الصفر؟ للمرة الأولى في التاريخ هوى سعر برميل خام غرب تكساس إلى ما دون الصفر، الأمر الذي كما تشير تراجعات العقود الآجلة للنفط الخام إلى أن السوق لا تتوقع أن تعيد شركات الطيران العديدة من الرحلات إلى شبكاتها في أي وقت قريب.